بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. الأزمنة والأمكنة في جريدة الوطن الكويتية. واليوم أميرنا الشيخ صباح السالم الصباح منور، الوالد سيد يوسف هاشم السيد أحمد رفاعي وزير ناب شيخ طريق رفاع الصوفية عصرهم، كان في عهده وزير الدولة، وكان قبله وزير البريد والبرق والهاتف، رئيس المجلس البلدي، رئيس تخطيط الإحصاء، التخطيط، مناقصات، ديوان الخدمة المدنية. هو سوى بعد مع الشيخ صباح سالم، سوى مبرته، مبرة الشيخ صباح سالم. عمي الوالد كان يقول لي ان هذا نصف السيد نصف اليوسف النصف، من كثر ما الناس حبوا الشيخ عبد الله السالم عشان الدستور. يقول يا ابني خالد خلوا الشيخ صباح سالم عقب امير على ريحة الشيخ عبد الله السالم، صحيح؟ ها عمي انت، لا انت لحقت عليهم عهدينهم، وهذه صورة قديمة. عمي انت وين نظارتك؟ لا علي هاي منو؟ هاي صورة صباح السالم، قهوة البرازيلية وعبد العزيز الحميضي. قهوة البرازيلية وين صايرة؟ سمعتوا فيها؟ وين عن قهوة مناشي؟ هاي ما ادري كان بالبرازيل. عمي هو الشيخ صباح السالم شنو كان وظيفته قبل لا يصير امير؟ ولي العهد. ادري كان بالامن العام، والله ما ادري يمكن لما عبد الكريم قاسم هذا شاشع الكويت قاموا انتوا رحتوا هوستوا يا ابو سالم عطنا سلاح. انت وياهم؟ عدل. وين اي صوب؟ احنا القصدستي. الله ذكرونها يا ابو سالم عطنا سلاح. يا ابو سالم انت صغار بعدكم. عمتي نجيبه تذكرينها؟ يا ابو سالم عطنا سلاح. يا ام كريم تذكرها؟ الوالد سوى قصيدة فيها ودزها للشيخ صباح السالم الشيخ جابر الأحمد. عمي هو فشلت بعدين قضيتك عبد الكريم قاسم ها؟ اي طبعا. الله قتلوه البعثيين ولا قتلوه ربعه؟ والله ما ادري ربعه قتل. ايه سبحان الله، والمكر السيء ويا يحيطوا الا باهله. الا باهله. عمي وما يحيط المكر السيء الا باهله. سبحان الله وهنيه. يقول استطعنا ان نتعلق بالمرحوم عبد العزيز عبد الله الحميضي. عمي لحقت عليه؟ الحميضي عرفه وسعود الحميضي، عائله كويتيه عريقه. هم مناسبين بن عمنا السيد زيد الرفاعي بكيفان. هذه عمي هني رجال لن ينساهم الوطن عبد العزيز حمد. هني الشيخ عبد الله السالم الحمد لله، والشيخ يرحم الدين ويديكم الله صحبه لكم، الشيخ فهد السالم والشيخ احمد الجابر. عمي خليك معايا الحكايه، صل على الحبيب قلبك يطيب. هاي هيئه الارساليه الامريكيه لحقت عليها عمي؟ اي مطبوع. الله. وهاي منو؟ على قريب البحر. هذا عبد العزيز الحميضي، وهذا وين؟ دائره وزاره الصحه القديمه. عمي انت شنو اشتغلت وظايف؟ انا اشتغلت رئيس احصاء بالطيران المدني. الله. وقبله؟ قبله اشتغلت بالتربية. وين؟ بس موظف. الله. بدر بالمطار. لا قبلها. المطار قبلها اشتغلت. انت تقول بعد اشتغلت ويا الوالد سيد الرفاعي بالقصر نايف جوازات، تكتب جوازات. لا جوازات رحت انا اشتغلت. لا بس بلا هو قال بقصر. اشتغلت شوية جوازات. واشتغلت بالنفط مثل السلوالة؟ عيني اخوي بالمطار. اشتغلت عمي في النفط مثل الوالد؟ انا لا انا بس ايه مسجل بالنفط. زين الوالد اشتغل بالعبدلي والمطلع ويا سما مشعل. انت اشتغلت معهم؟ لا انا ويا العبدلي. عمنا عبد المحسن. عمك عبد المحسن اشتغلت بالحميدي مع الانجليز. الله. يقولون بالامن العام بعد اشتغل مثل يدي هاشم. يدنا ابوكم المحامي الاول السيد هاشم الرفاعي كان بالامن العام. لا ابوي كان محامي. لا قبلها بالامن العام مو كان عمي؟ كان على كان على الفرضه وعلى البحر. اي عدل عدل. المينا كان مسؤول مينا.